السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مير من قناة جيمنج وذا مير. سأكون اليوم فيديو جديد. فيديو اليوم راح نختم فيه، أو مو نختم، راح نلعب فيه هذا التحدي، يعني نختمه، اللي هو اسمه تحدي فقط، يعني هو راح ينتهي خلال ساعتين. فأنا بسجل، شوفوا الساعة 7 صباحا، يعني بسجل الـ7 الصبح، فهو ضايل له ساعتين، يعني على الساعة 9 راح يخلص هذا التحدي. فيلا خلينا نبدأ المعركة الأولى، بس لا تنسوا باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس ليوصلك كل شيء جديد. حلو، التشكيل معروفة جدا جدا، تشكيلة الدبل برينز مع جاينت. ما راح أضغطه بالدبل برينز هسه، راح نازل غيلان من الرمح، ما فيها الكتروبة صح؟ في ما فيها تشكيل غير، تشكيل غير، لكن تشكيلته معروفة، فيها باتل رام اللي راح تنزل هسه، ما نزل شيء الباتل رام، ما نزلها. شوفوا الغلط، شوفوا الغلط، حلو حلو، لكن عرفنا نتعامل معه، بس حرام كان دارك برنس يضيع، حرام كان بياخد دمج خرافي، كان بياخدنا البرج اصلا. اضربوه، اطعجه الحديد، شوف الحديد انطعجه، يا سلام. خلينا نرجع بجاينت، التشكيل أقدر أفوز بتشكيلته، أنا تشكيلته ما تشكيل قوية، لعبة دبل برين، لعبة دارك برينز، سبير جوبلين بسرعة، إنه عنده هو البند، نعم، فبسرعة خلينا ننزل جوبلين جاك، بما إنه نزل الزاب هو حتى زي ما راح يفيده، أصبر دقيقة. هاي الصفات الأخير، ظهر برجه الآن الأول، فخلينا ننزل جاينت على المسح، خلاص خلينا ندافع شوي على هجمته اللي راح تكون قوي شوي. جاب حلو، سبير جوبلين للأسف فصل بطاقم، ماشي ما في اي مشكلة، حلو اللعب، خصم مسحك، خصم هو دي يلعب ويضغطنا، ما انا بدي امسح. والجيم والبلايد جي جي، اسف فزنا الجيم الاول، يعني خاصة الجيم الاول 3 راوندز او 3 سيجا. خلينا نلعب الجيم الثاني، اذا بطلع لي تشكيلة الاف هاوند راح اخسر 100%. تشكيلة البيكا جيدة، تشكيلة البيكا حلو، بس بنطق باكل تشكيلة البيكا جيدة. تلات خد نزل ايس تريك عشان فكرها بجزء هوك رايدر. تشكيلته جولا، تشكيلته جولا، بس بجزء نزل نايت ويت، ما نزل نايت ويت. جاب حلو، شفتوا كيف؟ خلينا ننزل ماينر، ننزل سم، لا ما في داعي للسم ابدا، لا في داعي، ننزل ايس سبيريت مع هذا البرد جوبلين، اخذ دمج خرافي هو. ننزل هذا معها، نشوف كيف راح نهجم هجمتنا. حلو، البربريين ما اعطاهم اي اهتمام، فهم راح ياخذوا لهم البرج البربر. حلو، يعني هم اخذ مني دمج، احسن احسن لعبة،
حلوة يعني فيها منافسة شوي، لأنه بيلعب جولم، والجولم لا مو جولم، في ماس كتير، في ماس كتير مو جولم. أنا شو جاب من الجولم الناس؟ خلينا نضغط هالضغطة الصغيرة. آخ جذع صدت أمي الهجمة. حلو، لكن خسرناه اكسير، عشان هيك ما قدر انه يهجم هجمته. لكن احنا بننزل الكتروزر، ممكن يقضي على الكتروزر، لذلك بنزل ايسبريت. يلا نزل في المسكير تاعياتك. يلا نزل في المسكير خلاص، وقتهم يلا. خبط في البرج تخبيط، فاز يمكن. لا ما فاز، لو اخذ البرج فاز. زاب غلط، الزاب اني ضربته، بس يلا حلو حلو حلو. ماينر دارك جوبلين المينيون سام سام، هجمة حلوة، معركة حلوة، كنا احنا يعني مسيطرين عليها بالطول وبالعرض. امير يهز الارض، فيلقى نلعب الجيم الثاني. نسجل نسجل حياة تشكيل، أكره إشي فيها هذي يعني. لاب هاند أحسن لسه، نبي دراجون نايت، بس هيك نلعب نشوف شو راح ينزل. خلاص سما تشوف الخصم شكله عند النت معلق، واحنا برضه النت بلش يعلق. خلينا ننزل الكريف يارد على الكينج تاور، ننزل باولر، فخلاص نمسح الخصم. شكله النت عنده علق، شكله خرج من اللعبة بسبب معين. فهنا الهجمة الثانية، ثالث تيجان راح نفتح الكروم تشيست. حلو، انا في الكراون تشيست اللي راح يطلع فيه بطاقة التورنيدو. من زمان بستنى هاي البطاقة، والله عن جد بطاقة التورنيدو في اخر شيء اثبتت انها بطاقة تستحق، عن جد تستحق، انها بطاقة منيحة وحلوة. انها بطاقة عن جد اثبتت في اخر تحديث، في اخر تحديث انه البطاقة منيحة. إذا صرت تحس إنها يعني بطاقة خرافية التورنيدو. خلينا نعطي آيس جولم مع هذا الطيف مع الزاب تاعنا. ما استفدنا شيء من هجمتنا، بنتو يعرف يلعب. اوه كلان خرافي، كلان خرافي، حركة غبية لاني انا ما حد يسويها ابدا، بس ما كان عندي الا هذي. شو اسوي؟ خلاص خليني اكتفي هيك. الله عن جد الباندت يعني مسرطة في البرج، بس نزل اثنين سواي كان الفاير بول شامت وشامت هان. نزل جولدن جانج عشان اشيل املهم بالزيادة.
نازل بين ديش ما بزاف ليه ما نزلش. ايس جولم بسرعة راح برج راح برج للأسف. دارك برنس على هذه المسكتير الضايلة بانديت بطل رام زاب. حلو 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 حلو. ايس جولم زابيس صواعق او الزابيس برضو نفس المعنى. بسرعة نزل هيك مع البانديت بسرعة زاب. هذا مع هذا مع هذاك وهذيك وهذيك وهذاك فاير بول هان راح برجنا للأسف الشديد. ساب أوف. خسرنا الهجمة خسرنا. لا حرام 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 حرام. شو هالهجمة الماينر ساعد مي ماينر. بدنا نشوف كؤوسو عارف كلانه خرافي. بدنا نشوف قبيلته شوف قبيلته إلها ترتيب على أنا مليون بالمية. بس خلاص خلينا نلاقي الجماهير. حلو اللبيتها خلنا نحرك نشوف شو تشكيل قسم جولان. نعمل هيك هالحركة راح تكون كفيلة بالتصدي للدفاع بالدفاع يعني. فنايت وجوبلين برد راح ترجو. حلو اخذنا البرج الاول وهيك تصدينا هجمة الخصم. وهنا نجبد ام وروكيت. خلنا ننزل ايس سبريت هان. حلو خلنا ننزل جوبلين برج. خلنا نحسن نجبد امه للبروج تربية. خلنا ننزل برنسس نايت. النايت صراحة يعني بعد التحديث لما قووا دمه صار خرافي صار جوبلين جانج. لحقنا اخر ثاني. يلا بلش اللعب. لوج برنسس. حلو مات الجوبلين. لو شفت انت الجوبلين ماتوا كيف شفتوهم. اضغط 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 على البرج الثاني. شوف كيف اللعب يا معلم. ادعس خبط عليه. بلش يخوف بلش يخوف صراحة جدي. لا 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 جدي ضيعت الجدي على الفاضي. اضرب يا البرنسيس وطير البروج. حلو ولا برج. يلا فزنا. خلنا فيلا الجيم
تشكيلة قاسم جحيم اسمها. فلو تشوفوا تشكيلته نفس تشكيلتنا، فهيك تصدي من بشكل منيح. خليني انزل ارشهر. صادني هالمرة، عرف يلعب. عادي صح انه ضاغطني، لكن انا عارف كيف اتصرف مع الخصم. ويلا هان ارشر اكسبو مع ايس جولم نهاس كيلتون لوج. اي شيء اي شيء اي شيء. نزل ارشر، نحن ننزل ارشر. بس خد دمج بسيط. يا الله شال من الهجمة. زي ما بتشوفوا خسرنا وفصل التصوير لانه ما ظل في مساحة. فخلص بيك يكون وصلت الفيديو. لا تنسوا باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. كان معكم مير من قناة جيم قدم. نشوفكم في الفيديو الجاي. مع السلامة.